هكلمك النهارده عن حاجه اسمها ديفولت انفورميشن اوريجينيت. دي حاجه موجوده في الاسطح بس. تعال اتكلم. لو احنا مروتين اللاب اللي انت شايفه على السطوره ده، لو انت مروته بالاي اي جي ار بي، وتخيل يا محمد ان الراوتر ده هو اللي ربطك بالانترنت. فاحنا عملنا لاب بالاي اي جي ار بي، خد بالك، وقمت انت جاي على الراوتر ده عامل لي عليه ديفولت راوت، صح يا محمد؟ طيب عشان اخلي الناس دي كلها تشوف الديفولت راوت، هل من المنطقي ان انا هاجي على الراوتر ده هقول له اي بي راوت 0000000 ترميان، واجي على ده اعمل ديفولت راوت اقول له ارمي كده، وانت ديفولت راوت كده، وانت ديفولت راوت كده، وانت انا عايز ده يبلغهم كلهم. يا جماعه اللي عايز يطلع على الانترنت، اللي عايز يروح لاي شبكه ما هوش شايفها يجيني وانا اطلعه، بمعنى صح عايز ابعت الديفولت راوت اللي انا كتبته على الراوتر ده اللي هو رابطني بالعالم الخارجي، اللي رابطني بالنت، اكتب عليه امر مره واحده يبلغهم بالديفولت راوت. فاكر كنا بنعملها في الاي اي جي ار بي ازاي؟ تراوت عليه ترويته اللي هي الديفولت راوت، كنت تقول له راوتر اي اي جي ار بي وتقول له ريديستريبيوت ستاتيك، لان الديفولت راوت يعتبر ستاتيك راوت، ريديستريبيوت ستاتيك، يقوم بعت الديفولت راوت للناس دي كلها، فالناس دي تشوف وموجوده في الفيديو بتاعت الاي اي جي ار بي عشان تبعت لهم الديفولت راوت كلهم. فكنت تقول له ريديستريبيوت ستاتيك بس تكون عامل ديفولت راوت كمان. لو انت جيت تعمل الموضوع ده على الاي اي على الاوس بي اف ما بيشتغلش، يعني وارد وهيقبل منك الكوماندات، اقول له ديفولت راوت تعمل ديفولت راوت، تيجي على الراوتر اللي هو الاي اس بي ار ده بقى تقول له ريديستريبيوت ستاتيك، هيقبل منك الامر كل حاجه، بس الناس دي مش هتشوف الديفولت راوت. بس في حاجه ثانيه مكانها ممكن تعملها، هتقف على الراوتر الاي اس بي ار ده وتراوت الترويتر ديفولت وتقول له اي بي راوت 0000000 اخرج مثلا من سيريال 1 سيريال 1، خليك عملت الديفولت راوت. بعد كده يا شباب تقول له خش على قول له راوتر اوس بي اف 1 يفتح لك راوتر، وتقوم تقول له ايه بقى الكوماند ده ديفولت انفورميشن اوريجينيت. عارف معناها ايه؟ انا الديفولت راوت بتاعك. اي حد دي معناها كده، بدل ما كان بدل الديستريبيوت ستاتيك اصلا يعني، بس ما يندري الديستريبيوت ستاتيك ما بيشتغلش على اوس بي اف، فتقوم تقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيت. انا نقطه الاصل بالنسبه لكم، انا نقطه المرجع بالنسبه لكم، اي حد عايز يطلع لاي شبكه مش شايفها يجي لي وانا عندي ديفولت راوت. تعملها ازاي؟ وريني كده يا محسن. تعملها ازاي؟ لو تلاحظوا معايا ده الانترنت، ده الانترنت، وطبعا الاي اس بي ار وصلني بالانترنت زي ما انتم شايفين كده. فطبعا انا عايز اعمل ديفولت راوت هنا، يعني هم هنا كده شايفين بعض، اي شبكه ثانيه غريبه يبقى اكيد على النت، يبقى اكيد مسارها هيخرجوا منين؟ من هنا. يبقى في حال ان انا هاجي على راوتر 1 ده اللي هو الاي اس بي ار وهعمل عليه ديفولت راوت، اقول له اي بي راوت عايز تروح لاي شبكه المصري بتاعها اي مصر، تخرج منين؟ يكتب له ايه؟ ظهر لي كده يكتب له اسم الفتحه اللي هيخرج منها، يكتب له النكست هوب اي بي، الفتحه دي اللي هي 0000، او يفضل طبعا زي ما قلت لك لو انت عارف النكست هوب اي بي ده افضل، تقوم تقول له النكست هوب اي بي اللي هو كام يا شباب؟ اللي هو 192 بتاع الراوتر اللي هو بقى له في الانترنت. خدوا بالكم في المفروض في هنا راوتر، في المفروض في هنا راوتر في شبكه الانترنت، لان انت عارف ان شبكه الانترنت كلها راوتر بقى راوتر كتير، بس انت اللي بيستلم منك مين؟ اكيد راوتر، اكيد راوتر، في راوتر هنا الاي بي بتاعه كده، فاقول له نكست هوب اي بي بتاعك 192.168.1.2. حلو كده؟ لو انت وقفت على الراوتر ده وقلت له شويه كده اتفرج، هتلاقوا في عنده ديفولت راوت ظاهر تحت. طب ما انا عايز ابعت الديفولت راوت ده لكل الراوتر دي، لكل الراوتر دي اللي هم الاربع راوتر دول. لو انت وقفت على راوتر اربعه دلوقتي وقلت له شو اي بي راوت، طلع بره عنده ديفولت راوت ولا عنده اي حاجه في اي حد؟ في ديفولت راوت؟ لا ما فيش. هو شايف كل الشبكات اللي معاه في الاوس بي اف. طب افرض حب يطلع على النت شبكه غريبه ما هيش موجوده معاه في الشبكه 70 شبكه، طب
80 شبكه 170 شبكه 130 يخرج لها ازاي؟ احنا عايزين نقول له ده الديفولت راوت. يوم ما تلاقي الشبكه بقى عايز تروح لها ما هيش في الشبكات اللي انت شايفها في الراوتنج تيبل، ارمي حمولك على الاي اس بي ار ده يطلعك على النت. تعملها ازاي؟ لو انت جيت على الاي اس بي ار بطريقه الاي اي جي ار بي كنا بنعملها كده، كنا بنعملها كده، تيجي على راوتر واحد وكنت بتقول له كونف دي وتقول له راوتر اوست اف 1 وتقوم تقول له ايه؟ ريديستريبيوت ستاتيك، صح؟ ريديستريبيوت ستاتيك، وتقوم ضاغط انتر. شوف حتى قال لك ايه؟ ريديستريبيوت ستاتيك، قال لك ان عايز كلاس فور شبكات كلاس فور يا عم سبنتس. ماشي كده؟ لو انت جيت على راوتر اربعه تفتكروا ده يشتغل ولا لا يا شباب؟ وقلت له شو اي بي راوت اشتغل ولا لا؟ ما يشتغلش، ما بيفهمش. لوس بيرث مش زي الاي جي ار، ما يفهمش دي، ما ينفعش، ما ينفعش انك تعمله ريديستريبيوت ستاتيك، ما هوش زي الاي جي ار بي ولا هو زي الريب. فالحل ان انا اعمل ايه؟ لا حضرتك الامر ده ما ينفعش معاك. كنترول ايه؟ قول له ده. طب والحل؟ انت مش عملت على الراوتر 1 ده، انت مش عملت عليه دلوقتي ديفولت راوت؟ عايز بقى خلي الديفولت راوت ده يوصل للناس كلها، عارف تعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ عارف تعمل ايه؟ قول له ها جدع ديفولت انفورميشن، ديفولت انفورميشن اوريجينيت. انا اللي عندي الديفولت راوت، انا اللي عندي الديفولت راوت. مجرد ما تضغط انتر يا محمد يا محسن كده وتعالى اتفرج، سواء وقفت على راوتر 2 او راوتر 4 قول له شو اي بي راوت كده واتفرج كده، هتلاقي في ديفولت راوت ظهر في داخل تحت. الله الله، ملاحظين دي؟ عايز توصل لاي شبكه خارجيه بقى هترمي حمولك على مين؟ اي شبكه، دي معناها اي شبكه بقى خلاص، هترمي حمولك على 10 واحد 20 واحد اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي هو الاي بي ار. طب تعالى على الاي بي ار قول له شو اي بي راوت كده اللي هو راوتر 2، قول له شو اي بي راوت. الله، هو كمان شاف ديفولت راوت ان هو يرمي حموله على مين؟ 10 1 1 1 اللي هو مين؟ اللي هو الاس بي ار، اللي عنده ديفولت راوت وخرجنا كلنا كده. يعني افهم من كده ان راوتر 4 ممكن يشوف الراوتر اللي هنا اللي هو 297611؟ اه. اقف على راوتر 4 كده اقول له بينج على 192.168.1. الله، شايفها والدنيا شغاله زي الفل. خدت بالك؟ فهمت انت حته الديفولت انفورميشن اوجين؟ في حاجه ثانيه اقولها لك، هي مالهاش لازمه بس اقولها لك. قال لك ايه؟ قال لك لو انت على راوتر واحد، واحد يقول لك انا لسه هعمل عليه ديفولت راوت وارجع اكتب ديفولت انفورميشن اوجين، خلينا على راوتر واحد كده امسح بس اللي انت عملته ديفولت انفورميشن اوجين، قول له نو واعمل اكسيت وامسح الديفولت راوت اللي انت عملته. كان في ديفولت راوت هنا كده اللي هو الاي بي راوت فين اهو اللي هو ده، صح كده؟ ده الديفولت راوت، قول له كنترول ايه وقول له نو كده. انت مسحت الديفولت راوت اللي كان موجود ومسحت الديفولت انفورميشن اوريجينيت. قال لك بدل ما تكتب ديفولت راوت ترجع تكتب فلوس بس ديفولت انفورميشن اوريجينيت، قال لك ممكن تعملها في خطوه واحده. تعملها في خطوه واحده ازاي؟ قول له انت قول له راوتر اوست اف 1 وتكتب له بقى يا محمد ديفول انفورميشن اوريجينيت وتكتب له كلمه اولويز ديفولت انفورميشن اوريجينيت قول له اولويز. بص دائما انا الديفولت راوت، مجرد ما تضغط انتر تبص ايه اللي ظهر على راوتر 4. لو انت قلت له شو اي بي راوت يظهر لك مين يا شباب؟ الله، الديفولت راوت رجع ظهر تاني وكانك كتبت ده وده. ولو رجعت بنكت على 192.168.1 ايه الاخبار؟ شغال الدنيا شغاله تمام كده؟ ها انا بدل ما تكتب ده وتكتب ده يجي يقول لك ايه؟ انا دلوقتي الديفولت انفورميشن اوريجينيت. لو انت وقفت على الراجل ده وقلت له شويه كده ما عليهوش، ما انا عايز بس اقول لك انا عايز ابنج. لا بعد اذنك بنج لي على 192.168.2 اقف على راوتر 4 كده وبنج على 2 الى الاخبار شغال. وان كان الصح، وان كان الصح يعني دي ايه؟ انت اختزلت الخطوتين في خطوه واحده. وان كان الصح
انك لازم تخلي الاي اس بي ار تحدد له هو هيخرج الديفولت راوت بتاعه منين. لازم تقول له الفتحه دي. فكان الصح انك تكتب الامر تكتب ديفولت راوت تقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيت يقوم يبعت الديفولت راوت. وان كان كده برضه كده صح كده صح. بس انا احب اللي هم الامرين عشان تحدد الفتحه اللي هيخرج منها الديفولت راوت. انما الراجل ده بيعمل ايه؟ بيبدا الاولوز ده بيبدا يسنس على كل الفتحات ويبعت. تمام؟ فاهم انت الحته بتاعت الديفولت انفورميشن اوريجينيت؟